يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى أخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية. بداية، تأهل المنتخب الجزائري لكرة اليد الرجال مساء الخميس إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأمم 2024 في نسختها 26 الجارية بمصر بعد فوزه على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 32-26 في نصف النهائي. وسيواجه زملاء مسعود بركوس في المباراة النهائية المنتخب المصري حامل اللقب في الدورتين الأخيرتين مساء غد السبت في نهائي واعد ومثير. المنتخب الجزائري يبحث عن اللقب الثامن له في البطولة الإفريقية، ونظيره المصري يسعى لنيل اللقب التاسع له على أن يتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي إكس هنأ فيها منتخب كرة اليد على تأهله المزدوج إلى المونديال وبلوغه نهائي البطولة الإفريقية الجارية بمصر. الرئيس تبون قال مبروك للفريق الوطني لكرة اليد على تأهله المزدوج إلى المونديال ونهائي البطولة الإفريقية، شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين، مما يلزم المسؤولين المعنيين بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه، وأتمنى لكم كل التوفيق في النهائي بحول الله. إلى أخبار الكان بعد الفاصل. سيكون الموعد بداية من يوم السبت مع مواجهة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد دور أول عرف عدة مفاجآت وتنافسا كرويا مثيرا. قمة الدور ستجمع بين منتخب كوديفوار صاحب الأرض والعائد من بعيد وحامل اللقب المنتخب السنغالي، فيما تفتتح مباريات الدور بقمة مثيرة وواعدة بين نيجيريا والكاميرون. أسدل الستار عن الدور الأول لكأس أمم إفريقيا الجارية بكوت ديفوار، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الثمن النهائي بعد مباريات كان عنوانها الأبرز المفاجأة. مواجهة واعدة ستكون في واجهة أبرز بطولة في القارة السمراء، والطريق نحو التتويج يمر عبر مواجهات قوية بين منتخبات أظهرت نيتها في الذهاب بعيداً في نسخة كوت ديفوار. أبرز هذه المواجهات تلك التي ستجمع منتخب البلد المنظم كوت ديفوار الذي عاد بعد أن صبت نتائج باقي المجموعات في صالحه. الفيلة سيكونون في مواجهة قوية مع حامل لقب النسخة الماضية أسود التيرانغا، المنتخب الوحيد المتأهل بالعلامة الكاملة والساعي للتتويج القاري للمرة الثانية. قمة كروية أخرى ستجمع النسور النيجيرية ومنتخب الكاميرون، مواجهة أخرى مرتقبة وواعدة سيسعى فيها كل منتخب لمواصلة المغامرة. المتأهل في صدارة المجموعة الرابعة منتخب أنغولا سيلاقي مفاجأة الدورة الذي أخلط حسابات المجموعة الخامسة المنتخب الناميبي الساعي لمواصلة حلمه. غينيا الاستوائية المنتخب الذي فرض نفسه كمرشح بعد نتائجه الإيجابية
آخرها الفوز الكاسح على الفيلة الإيفوارية بعقر ديارهم، سيواجه المنتخب الغيني المتأهل بشق الأنفس. المنتخبات العربية ستكون بدورها على موعد مع مواجهات الثمن النهائي، أبرزها منتخب الفراعنة الذي يجدد أمل تعزيز زعامته للقارة الإفريقية. رغم الطريقة الدراماتيكية التي تأهل بها، زملاء المتألق محمد مصطفى سيلاقون منتخب الكونغو الديمقراطية. صوب أبيجون ياماسوكرو وبواكي وبقية المدن، تتجه الأنظار لمباريات لن يخرج منها إلا صاحب النفس الطويل في دورة أثبتت التطور الفني لمنتخبات القارة السمراء. سجلت الصحافة الدولية حضورها في اليوم المفتوح الذي خصصه الاتحاد الافريقي لكرة القدم لرجال الاعلام والحكام الافارقة المشاركين في كأس أمم افريقيا كوديفوار 2023. المناسبة كانت فرصة للاعلاميين للتعرف عن قرب على عمل الحكام وعلى بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث أجري لقاء تطبيقي بين فريقين من لاعبين متطوعين سمح فيه للحكام بالوقوف على جميع الاحتمالات من أجل اتخاذ القرار الأمثل في أسرع وقت بحضور وسائل الإعلام. وكانت الجزائر ممثلة في هذا اليوم المفتوح بأربعة حكام، يتعلق الأمر بمصطفى غربال، يوسف جموح، مقران قراري، وأخيرا أكرم صرهون. اولا الشعب تاعنا يتعلم ما هي كيفيه التحضير والطريقه اللي يحضروا بها الحكام لكاس افريقيا، وكذلك تسمح للصحفيين يتقربوا من الحكام ويسالوا على ربما لقطات، على ربما طريقه العمل وغير من ذلك. انا نظن باللي حاجه ايجابيه، وحتى احنا بالنسبه لنا حاجه ايجابيه، حاجه مليحه ليكم للصحافه وللناس بصفه عامه تشوف العمل اللي يعني نقوم به يوميا هنا في هذه الدوره. شوف العمل الشاق اللي انا نديروه ماشي سهله، سي بريسك كيما لي جوور لي زيكيب يترينو ويبريبارو، ميم حنا اون سونترين تو لي جور اون سو بريبار ونخدمو في تقنيه الفار. يس اتس جود وي كان اكسبريس اور سيلفز. مبادره جميله تمكننا من استعراض طريقه عملنا للصحافه والتعرف عليها عن قرب والعمل على توضيح كل الامور التحكيميه. هي بكل تاكيد فرصه جيده وفي صالح كره القدم الافريقيه، لذا انا فخور جدا بذلك. وعن تألق الصافرة الجزائرية في كأس أمم أفريقيا الحالية، قال الثنائي مقران قراري وأكرم زرهوني أن هذا الأمر ليس بجديد على سلك التحكيم الجزائري، مضيفا أنهما يسعيان لتمثيل البلد أحسن تمثيل. الجزائر بلد ولادة للتحكيم، يعني حكام الجزائر معروفين منذ الاستقلال لليوم، يعني نبداو بليزونسيان تاعنا اللي بالعيد لاكار ورواح بن نوزا، لحيم وديع، عبيد شارف، اليوم غربال، قموح، بن براهم، يعني بلد ولاد للحكام الجزائر. ونظن هذه ولات عندنا عاده، حنا هذا ما يثنيناش انه نعملوا اكثر باش نزيدوا اكثر. الحمد لله هذه ماشي حاجه جديده، هذه كما يقول لك عندها سنوات وسنوات، وان شاء الله احنا نزيدوا نواصلوا ونحاولوا بقدر المستطاع ان شاء الله نشرفوا بلادنا ونشرفوا التحكيم الجزائري. أخبار الرياضة، شكرا على المتابعة. شوف توقيتكم.
لكم هذا البرنامج برعاية ميليليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل.